لا يعني انا سمعت عنه في النت وبتاع، بس ما اعرفش ابعاده ايه. يعني احنا اخرها يعني عمالين يذبحوا في الناس، ولا عماله تعملوا فوق؟ انتوا بتفكروا ان اللي بيحصل في سيناء ده اسرائيل مش فيهاش يد فيها، هي وامريكا؟ انا ما اعرفش حاجه بالسياسه. هو ممكن ما دام حاجه لصالح العالم، يعني حاجه صالح عام، ما فيش مانع انها وخصوصا ان احنا بندعو للسلام، مش بندعو الحرب ولا ندعي لعداوه بيننا وبينهم مثلا. انا ما اعتقدش اساسا ان في اي حد موافق، بصرف النظر عن شكلي ديني هاخد القضيه بناحيه دينيه وهاخد القضيه بناحيه سياسيه اي شكل ايا كان، ما فيش اي حد في مصر يوافق على ده. ايه الاضرار ان اسرائيل دلوقتي عامله حلم على فلسطين وعلى غزه بتموت فيهم، واحنا في نفس الوقت نصلي لصالح اسرائيل؟ دي امور بقى سياسه وامور مصالح مع بعضيهم، لكن لو سالوا الشعب هلاقوهم ان هم مش طايقينهم ولا عايزين حتى يبصوا في وشهم. هي كده كده بيبين اتجاهات الدول اهو، يعني المفروض ان احنا ما نصوتش لدوله احنا في ما بيننا وما بينها مشاكل، في ما بيننا وما بينها اتفاقيه المفروض تتراجع، ما بتتراجعش. تمام، المفروض ان في بلاد كتير جدا ما صوتتش ليها، اشمعنى مصر صوتت ليها؟ موضوع تسويق مصر وان هي تصوت لصالح اسرائيل يعني بصراحه كانت كارثه كبيره جدا. انا عن نفسي صدمت، لم اتخيل في وقت من الاوقات حتى في عهد الرئيس مبارك ان مصر هتصوت لصالح اسرائيل. كل المصريين على كافه النواحي حضرتك هتلاقيهم ضد القرار ده تماما، وهو مزيد من الخضوع ومزيد من الانصياع لدوله اسرائيل. ومعلش يعني كل الناس بتقول انا وابن عمي طلع، كنا فاكرين ان احنا طلع مصر واسرائيل اولاد العم يعني.